مصباح للعواب هلا كنا عم نحكي شو بيسموها مش مقلي وكمان في اسماء ثانيه اللي ذكرونا اياها حنرجع لها ان شاء الله. مساء الخير لكل المشاهدين، بدي اذكر بالرقم الرباعي اللي بتقدروا من خلاله تتواصلوا معنا ومع ضيفنا الكريم، هو الرقم 9342. وهلا صار معنا الدكتور نبوغ العوال، اخصائي بامراض الاذن والانف والحنجره وجراحتها، لنحكي اكثر مثل ما قلنا عن التهاب الجيوب الانفيه والتهاب الاذن والانف والحلق. طبعا اهلا وسهلا بالدكتور. اهلا دكتور، اهلا وسهلا فيك. الله يحفظك. اهلا يسلمكم. بدايه دكتور رح نبلش حديثنا عن التهاب الجيوب، تعرف شو هو التهاب الجيوب؟ هلا التهاب الجيوب هو عباره عن فيروسي او جرثومي، وبيدخل لازم يكون يسبقه حاله التهاب او رشح بالانف، لانه المخاطيه نفسها اللي بتغطي او تبطن الانف هي نفسها اللي بتبطن الجيب. فبيبلش المرض او البل بالانف بينتقل من خلال الفوهات، طبعا الجيوب بتفتح الانف من خلال الفوهات. ما راح افوت بالتشريح مشان ما العالم هلا الصيام وشافت العوامه صفى بقى. شو سميت العوامه دكتور حضرتك؟ في نوع ثاني اسمه زنقول. زنقول يعني شكل من اشكال العوامه، هذا مو العوامه عوامه، بس في زنقول هذا بيجي اخف اطر شوي. اوكي. ففي مسميات كثيره واشتهينا هلا قبل الافطار، الله سامحكم على القصه. فالترتيب انه بيكون في عندي رشح يوم او يومين، ثاني نهار بنلاقي الاعراض صارت زياده، صار مفرزات ملونه. اول شيء بالرشح العادي بيكون مفرزات لونها صفرة ماكسيموم، هون بنلاقي صار اصفر غامق بني اخضر، بس يصير هالطيف اللوني معناتها صار عندي التهاب الجيوب، صارت حراره اعلى، صار في عندنا وجع راس اكثر، وبيطخي للاماء وبينحني للاماء، بيلاقي عيونه رح تطلع من محلها. هدول الاعراض الاساسيه لازم يكون في قبل شيء. نادر ليفوت الفيروس او الجرثوم مباشره من الانف للجيب، عاده بيسبقوا محطه ضمن الانف يوم او يومين وبعدها بينتقل. ليش؟ لانه الرشح بيطلع في المناعه، في عندنا احنا ضمن انفنا وضمن فمنا جراثيم متعايشه معنا نايمه هادياني حتى ضمن البلعوم، فوقت انا بتضعف مناعتي بشكل او باخر هالجرثوم اللي متعايش كان معي بيقوى، فبصير بيزيد الاعراض اللي هي بلشت اعراض فيروسيه خفيفه بصير اعراض جرثوميه لاحقه، وبالتالي بنلاقي الامور صارت اسوء، صار بدها علاج جدي لانه التهاب الجيوب علاجه اصعب من علاج الرشح العادي. تمام. معنا اتصال يمكن، عبد الله من دير الزور. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا عبد الله، تفضل معك الدكتور، شو السؤال؟ الله يعطيك العافيه دكتور. اهلا استاذ عبد الله، اهلين دكتور. بس بدي اسال يعني الافرازات تبع الاذن عم تطلع معي بكثافه، شو سبب الافرازات يعني؟ افرازات الاذن؟ ايوه الاذن. هلا الافرازات الاذن هي عباره عن الصملاخ، هذا الصملاخ بسموه شمع، هو الحياة بمدخل الإذن، عند كل إنسان بالمدخل في عنا أجربة شعرية في شوية أشعار، وفي أجربة دهنية أو بعض الغدد الدهنية، وفي غدد بتفرز هالمادة، هالمادة الله خلقها مشان ترطب الجلد تبع المجرى وتخليه إنه ما ينشف وما يسبب ألم لدى المريض وقت بينشف أو بيصير فيه التهاب. فهي مادة بروتكشن بتحمي مدخل الأذن وبتحمي مجرى السمع اللي هو عبارة عن جلد. بس أحيانا عند بعض الناس عندهم إمكانيات إفراز أكثر من الطبيعي فبتتراكم، مثل بعض الناس عندنا مثلا في ناس بتتعرق بكثره وفي ناس تعرقها اقل رغم انه نفس الحراره عم يتعرضوا لها، هي حسب نشاط الغدد المفرزه للعرق او الغدد المفرزه للصملاخ. فهذا الحيوة بيكتر بدك دائما تنظفه كل يوم يومين حتى ما يتراكم ويسبب لك بعدين مثل انسداد بالاذن ونضطر نعمل غسيل. فهذا طريقه التنظيف، بس ننبه المشاهدين عليها بعد اذنك لانه دائما في نقاش على هالموضوع. هلا طريقه التنظيف اللي غالبيه العالم بتساوي انه بيجيب القطنه تبع العوده وبيستلز فيها وهو ما له عارفه انه عم يدفش الوسخه لجوا، بيحشر الوسخه بصفي شمعه فوق شمعه بصير عنده سداده مثل حبه الزيتونه ما عاد تطلع الا بتداخل طبي. معناته الحل، اما الحل الافضل انه انت بعد كل حمام ولو مره بالاسبوع، طبعا الناس بتتحمى اكثر من مره، بصير في دخل مي للاذن، ترطبت هالماده الشمعيه، بنجيب محرمه عاديه الى اربع زوايا، احد الزوايا بنبرمها وبندخلها بالاذن، نحن عم نفتلها من برا، فبتدخل بشكل مغزلي لتصل لاخر الاذن وبتسحبها، هالماده الشمعيه اللي كانت طريت شوي بمية الحمام بتطلع، مره مرتين بتلاقي نطفت المحرمه عم تطلع نظيفه ما عاد لون عليها لون اصفر. وافترض انه في عندي سداده قاسيه
المحرمة بتنطعش وتضل السدادة بمحلها، ما بتندفش لجوا تماما، فبصير إخراجها عند الطبيب سهل بكلابة صغيرة ما بقى بحاجة للغسيل ويروح طري إذنك وتعب بعد يومين وثلاثة الآخر. أما هناك عم يدفش هالسملاق اليابس يقعد على غشاء الطبل، صار صعب نطالعه لأنه بيزي غشاء الطبل، بنضطر أنه نطريه ببعض الأطراد لحتى نقدر نعمل له عملية الغسيل أو الآخر. فإذا التنظيف بالمحرم العادي مع احترامي للمعامل اللي عم تساوي الكوتنتين، والشيء المؤسف احيانا فلسوا هلا هيك على الحكي، لا احيانا القطنه بتطلع جوا بتطلع جوا ببرمها واحد بتطلع العوده اللي عفوا طالعين فيعني على ما بده بكون مستعجل يصنع المحرمه او ما عنده كهرباء شافها انه ما ببرمها منيح برمته انت في قاعده جوا بيطلع العوده لحالها. في اجانا اتصال ثاني، الو تفضلي ام راجي. مرحبا، اهلين، يسعد اوقاتكم يا رب، اهلا وسهلا تفضلي. بدي اسال الدكتور سؤال اذا في مجال. تفضلي. دكتوري انا الله يجبر بخاطرك عم بيصير معي تنميل بجانبين الوش، تنميل ووجع بالأذنين، حتى احيانا بيحكوني كثير كثير من جوا. هلا لما بكون نايمه بفز بلاقي في سمغ باذني، هذا الشيء كمان عم بيأثر، يعني حتى احيانا بحس الوجع صاير لورا اذني، بالاضافه بحس في انسداد بانفي، قطع النفس، بيصير قطع نفس عندي بالنوم، يعني احيانا بكون نايمه بيصير عندي قطع نفس بفز من النوم. فانا رحت لعند طبيب فقال لي معك جيوب، يا هل ترى هذا الشيء مزبوط لما في شيء ثاني ممكن؟ التنميل هذا كثير بيصير وجع راس عندي وبيصير في تنميل بالطرفين، هذا الشيء كثير عم بيأثر علي يعني، فشو بتنصحني دكتور؟ هلا حسب حكي حضرتك غالبا في عندي مشكله بالانف، قد تكون انحراف وتره او ضخامه قرينات او الاثنين مع بعض، الهواء ما عم يدخل مزبوط من الانف لانه الهواء بيدخل للجيوب من خلال الانف، فبيكون عندي كميه الهواء قليله بالانف بصفي الهواء اللي عم يدخل للجيب اللي مثلا نسبته 20-30%، فبتتراكم المفرزات المخاطيه ضمن الجيوب، في عندنا مجموعه جيوب محيطة بالأنف، فبتتراكم بتصير بتساوي هالضغط على الرأس وتعمل صداع أو ثقل وراء العينين أو شعور بالتنميل وبتسد الإذن. ليش؟ لأنه الهواء بيدخل لآخر الأنف في أنبوب اسمه نفير أستاش، ما بهمنا اسمه بس هذا موجود بآخر الأنف الله خلقه مشان يحمل الهواء من آخر الأنف لجوات الإذن وراء غشاء الطبل. لازم الهواء اللي عم يدخل من خلال الأنف لوراء غشاء الطبل يتعادل ضغطه مع الهواء اللي عم يدخل من برا بشكل طبيعي من خلال المجرى، فوقت غشاء الطبل بيكون عمودي مستقيم، هو بيكون في عندي انحراف وترى أو التهاب الجيوب أو مشاكل تحسسية بالأنف، نقصت كمية الهواء اللي عم تدخل للأنف من الانف عفوا للاذن، وبالتالي ضغط الهواء اللي من برا طبيعي فبيدفش غشاء الطبل لجوا، فبتحسي انه اذنك سكرت وبزيد هالامر اكثر وبتكوني نايمه لانه بتضغطي بتحطي اذنك على المخده، هالهواء اللي قاعد بين المخده وبين اذنك بيضغط اكثر وانحصر، فاجا الهواء ضغط على غشاء الطبل، غشاء الطبل وراه ما في هواء يعادل، فبتفيقي اذنك مطبله عم تجعك وراسك عم يجعك والامور مجعلكه. فهون بدك اول شيء تعملي صور الجيوب، تراجعي طبعا طبيب اخصائي اذن انف حجره يفحص الانف يشوف في انحراف وتره، في قرينات، في تحسس، يطلب فحوصات الجيوب لحتى يكون في التهابات بالجيوب او في مثلا كيسه احيانا بتتراكم المخاط ضمن الجيوب الوجهيه بتسبب كيسه مخاطيه، هي مو ورم، هو ورم سليم بنسميه قيله مخاطيه أو كيسة مخاطية، هي بتزيد الوجع، بتزيد الصداع، بتزيد التقل على العين خاصة إذا كبرت، فهي طبعاً سبب لأنه سد الجيب مع الدخل هو تراكمت المفرزات المخاطية، خاصة إذا إنسان مدخن فبصير مخاطه لزج، فهالمخاط بتراكم ضمن الجيب عوض ما يطلع ما عم يدخل الهواء يطلعه بيقعد فوق بعضه مثل سداد السملاخية سواء كيسة مصلية أو عفواً كيسة مخاطية، فهي بتزيد الأمر للأسوء، فهون الحقيقة بدها مراجعة، بدها علاج، غالباً رح يكون علاج دوائي، وإذا صار الامر العلاج الجراحي بتصحيح الوتر يفضل، لانه كثير العالم بتقول لك معي جيوب بانفي، هو الجيوب عباره عن قرينات وبتضخم القرينات بتنحرف الوتر بيقول لك العالم الجيوب هي بتؤدي لالتهاب الجيوب او احتقان الجيوب، فصلح الوتر امن طريق هواء عواض 30% يساوي 90%، دخل الهواء كافي للجيوب وانتقل للاذن عبر نفير استاج، فصحته رح ترجع وكاله تماما بحس حاله غير عيشه. فانا نصيحه اللي عنده المشكله يامل يعني قوه ويعمل العمليه، ما هي مؤلمه مزعجه شوي بس بالاخير بلاقي حاله تحسن تماما. معنا اتصال، الو رنا. الو الو مرحبا، اهلين انسه رنا، كل عام وانتم بخير.
كثير بخير، كانه بتدقي لنا، دقيتي لنا كذا مره، كثير مبسوط باتصالاتك. انا على طول، ايه انا على طول. تحياتي دكتور احمد، احنا كثير مسرورين فيك دكتور احمد. اهلين اهلين يا سرنا، تفضلي يعني معك الدكتور. شو السؤال؟ ممكن اساله سؤال؟ تفضلي تفضلي، شو السؤال؟ بس بعد ما سكر يجاوبني اذا تكرم الدكتور احمد. اوكي. سؤال لي؟ لا، جاوبه بعد ما تسكر الخط. للدكتور نبوغ. تفضل. نبوغ العوا. تفضلي. الله يعطيك العافيه دكتور. اهلا وسهلا، تفضلي. شو السؤال؟ دكتور انا كان عندي شويه اوجاع باذني، فبعد الفحص والتخطيط قالوا لي ما في شيء، عندك شويه ركود باذنك اليمين، وطبعا لا اعطوني دواء ولا علاج ولا شيء. انا سؤالي كالتالي دكتور، كلمه ركود باذني اليمين هل هي يعني مشكله بدها لازم تتعالج لقدام؟ شو الموضوع؟ هن تعاملوا معي انه خلص ركود ومو مؤثر على السماع عندك، ممكن ركود. اعرف توضيح اكثر ركود. وشكرا كثير لكم جميعا، شكرا كثير. هلا ركود ما في شيء اسمه ركود، بده يكون في عندك يعني كمود بغشاء الطبل. ركود ما في شيء، يا ركود بيقصدوا في نقص سمع يا اما كمود بغشاء الطبل. كمود هو نفسه اللي حكينا عليه قبل شوي، انه الاذن لازم يدخل هواء من خلال الانف، وبيدخل هواء كافي الفاحص بيطلع على غشاء الطبل بيلاقوا لونه عم يلمع كانه عم يعكس الضوء اللي نحن عم نوجه له، بيعكس تماما بيلمع تماما، هذا بيعرفها الفاحص تبع الاخصائي. اما وقت بيكون عم نطلع بالناظور على الاذن وبنلاقي لون غشاء الطبل صار مت، يعني ما عاد عم يعكس الضوء، معناتها الهواء وراء قليل او في سائل وراء في بلبلشة الإذن، وبينقص الهواء اللي عم يدخل من خلال الأنف لإلها ما عاد يجي، فالخلايا المخاطية الموجودة بالغشاء المخاطي ضمن الإذن لتعدل نقص الضغط اللي صار عليها الهواء من برا دافش الغشاء، فبتدافع عن حالها بتفرز مي، فوقتها بيعطي غشاء الطبل كمود وبيعطي تقل بالسماء أو طقطق بالإذن. طبعا هاي المي مع الأسف ما بتوقف، يعني ما عندك قدرة انه انا خلص عملت هالإفراز البسيط عدلت وقفت، لا بتضل بتفرز، بل بتفرز لحتى غشاء الطبل يندفش لجوا لبرا عفوا وممكن ينسقب. فهون اللي كتير بنشوفه خاصة عند أطفال بيقول لك عنده مي بأدانه، مي بأدانه هو عبارة عن انصباب سائل مصري ضمن الإذن نتيجة إنه عدم التهوية بين داخل الإذن وخارج الإذن، سببه بيكون مشكلته بالأنف. فإذا بتقصدي حضرتك بالكمود هذا بدنا نبحث وراه، قد يكون في عندي انحراف وتيرة أو تحسس بالأنف ما عم يدخل هواء مزبوط، أو في عندي بداية ترطيب بالإذن. أما ركود ما في شيء اسمه ركود، إذا بيقصدوا ركود نقص السمع هذا ببين حي على التخطيط السمع. هي قالت عملت تخطيط كان. إيه إذا عملت تخطيط بدنا نعرف شو نوع، عندنا أنواع كثيرة. عندنا نقص سمع إصابة إذن وسطى، عندنا نقص سمع إذن خارجية، انسقاب غشاء الطبل، إصابات عصبية، إصابة إذن باطن، يعني بدي الطبيب الأخصائي يعرف وين يحدد نقص السمع وهل يحتاج إلى علاج وممكن شفاءه أو لا. يعني نقص السمع ما بينترك، لأنه إذا انترك رح يتفاقم للأسوء، مستحيل أتركك. إذا معك نقص سمع ولو 10% لازم نبهك وأعطيكي خطة علاج لحتى ما تتفاقم الأمور. في معنى اتصال هلأ تاني، نضال تفضل. ألو، يعطيك العافية دكتور. أهلا. أهلين دكتور، نحن في عنا طفلة ولدت عندها انسداد عظمي خلفي بالأنف، وعملنا لها أكثر من عملية لتصحيح المشكلة، لكن بعد فترة كانت ناكسة ولحد هلا ما عارفين شو الحل. يعني في ناس قالوا إنه بعض الأطباء إنه لما بعد سن البلوغ، فبحب أخذ رأيك دكتور. هلا هي المفروض هذا الانسداد المنعرين بسموه غالبا بيكون بطرف واحد، يعني هو دائما في عنا غشاء موجود عند فوهه الانف الخلفيه قبل ما يولد الجنين بيروح هذا الغشاء، احيانا بيكون غشاء قاسي كانه شبه عظمي، فاذا كان مسدود بالطرفين بيطلع الولد مزرق، فدغري بيتدخل طبيب اذنيه بلحظتها يفتح له احد من بآلية معينه، غالبا عم يجي بس الطرف مفتوح والطرف الثاني قاعد بهذا. هون وقتها بيلاقي الاهل بعد فتره من عمر الولد شهر شهرين ثلاثه انه صار في عنده مفرزات مخاطيه لزجه بطرف والطرف الثاني عم يسلك هواء، بنفحصه بنعمل له صوره بنلاقي فيها الانسداد. عاده هي العمليه بتتم بالاشهر الاولى من الولاده، وبندخل جهاز معين وبنحط مثل صوند، يعني بعد ما نثقب هذا الغشاء بنحط صوند مثل يعني شيء يمنع يرجع تشكله مره ثانيه ضمن الانف، بندخله من الفوهه الاماميه بنطلعه من الفرق الخلفيه وبنخيطه على جناح الانف، بيضل هذا لفتره شهر او ست اسابيع لبين ما يترمم محيط اللي كان عليه الغشاء الاولاني. اما اذا ما نحط هذا الغشاء
بيرجع بينما مرة تانية. فهذا ممكن هون يكون سبب، أو الطبيب اللي عمل العملية ما كان إيده قوية شوي وما روحه كله، ترك يعني ثقبه شوي بس بدون ما يتلف كل الغشاء العظمي أو المتعظم، فهذا لذلك رجع ترمم. هون بالحالة ما ضروري نستنى لعمر البلوغ، بنعملها طبقة محورية منحدد الإصابة تمام، ممكن نتدخل عليه قبل سن البلوغ، لأنه لسن البلوغ طويل الشهر 13-14 سنة بصير عنده التهابات الجيوب، بصير عنده مشاكل بالإذن الوسطى، إنه ما عاد في دخل هواء مزبوط للجيب، هلا عم نحكي قبل شوي ما دخل للإذن، فبنقع بإشكالات بغنى عنه الطفل. فممكن مراجعة الطبيب أخصائي نعمل له طبقة محورية لهالمنطقة، نعرف مدى انسدادها، وبالتالي بتدخل عليها بشكل نظامي، وبتصوري ما بحتاج أكثر من بضعة أسابيع بعد العملية بترمم تمام وبمشي الحال. بيضلوا يسألونا دائما انه هل الجيوب التجاويف بالعظم شو وظيفتها؟ يا ريت هيك نخبرهم انه هي مفيدة كمان، مو انه بس التهابات. عظم الرأس هو مثل كرة عظمية، اذا اكل اي ضربة بتنفجر مثل البطيخة، فالله خلق هالتجاويف مشان تمتص الصدمة. هلا لاحظ احيانا نحن بنطرق بباب السيارة، بنطرق الطفل بيقع على راسه 50 مرة بيلعب بالطابة، ما بيشق راسه. اما ليش؟ انه قوة الصدمة اللي اجت على جبينه او راسه اجت للجيب. طبعا. في عندي جيبين فكيين، جيبين جبهيين، جيوب غربالية وجيب وتدي، كذا مجموعة بتمتص بزوايا فراغية طبعا. مختلفة، سبحان الله، بحيث انه منين ما اجت الضربة تجي لهالجيب لأقرب إليه، بيمتص هالمحور الضربة بفرغها، مثل يعني مثل الصواعق هذول اللي بيحطوها على البنايات مشان تفرغ البرق، ما تنفجر البنايه او تنشق نصين تماما. هون هي مفرغه للصدمات، هي الفائده منها. وملحقه بالانف تعطي رنه الصوت، يعني هي كل انسان له مثل بصمه اصبعيه، له بصمه الى اخره، هون له صوت معين، يعني كل انسان بيختلف عن انسان. دليل انه انت رفقاتك او معارفك اذا شوي احتقن انفك بصير صوتك بيتغير دغري، اللي حافظ صوتك تمام ورنت صوتك بقول لك شو مرشح. فهذا الدليل انه هي كمان مسؤوله عن رنه الصوت، يعني كل انسان مميز برنه الصوت، هذا بيختلف حسب حجم الجيب، حسب حجم الانف، يعني كل واحد له رنه نوعا ما. هلا المغنيين بتلاقي هذا صوته نشاز وما اكثرهم عم يعلق ونصرخ وينط ويقمز، والتاني بتلاقي صوته حلو وبتنبسط انك تسمع له. بس هلا مع الاسف هدول اللي صوته النشاز هن الماشين، يعني هيك الموضه صايرين. احنا جينا بقى بعد ام كلثوم، نحن وين ام كلثوم وعبد الوهاب وفيروز؟ ما بيحبوها هذا الجيل الصعب، لك شو هدول ما بيعرفوهم، ما بيعرفوهم، واذا سمعتهم اياها بالغصب ما يعني بس بيحبوها تسمعوا. ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى يعني يرجع الطرب الاصلي والاذن، يعني هلا الجيل الحديث عم بيسمع صاير بعيونه، ما عاد يسمع بادانه. صبيه حلوه عم تنط نفخة حاله، شب حلو مبرمج حاله فاتح الصدر، اوه يا سلام هذا مطرب العرب. حلو اوكي مطرب العرب. في عنا اتصال، تفضل. ابو رواد، ابو عمر عفوا، تفضل. تحياتي حكيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كيفك حكيم؟ اهلين، تفضل. شو سؤالي؟ الانحراف الوتيره، نعم، في له شيء بديل عن العمليه؟ في له غنى عن العمليه؟ ما في له غنى ابدا، لانه انحراف الوتر سدل لك جزء منيح من التنفس، مع الأسف لا بيتراجع بأطرة ولا بمرهم ولا بمحاولة رده بالإيد. هذا ممكن يكون سببه خلقي، أخذه وراثي، يعني من أهلك حدا بالعائلة، وعائلة الوالد أو الوالدة أو اثنين مع بعض فبياخذوا الولد، أو رضي، يعني أنت صغير كان أنفك لساته طري وقعت مرة ومرتين ثلاثة فمالت الوترة وضلت مالة لسن البلوغ، أو الاثنين مع بعض، يعني عندك خلفية وراثية مع رض فزادت أمور الأسوأ، فما له حل مع الأسف غير الجراحة قطعا. ودائما بيترافق انحراف الوترة مع ضخامة قرين، يعني ما فينا نصلح الوترة ونترك القرين، أو العكس، في كتير ناس بيصلح القرين إنه عمليتها بسيطة. القرين إذا صلحنا وضلت الوترة موجودة بيرجع بيخلف القرين وبيكبر مرة تانية كأنك ما استفدت شيء. لا حرام تساوي القرين لحاله، يا بتساوي اثنين مع بعض يا أما تحمل صعوبة التنفس. حنروح على الشمال على حلب، معنا رحاب. ألو ألو، تفضلي رحاب. أهلا وسهلا، معاكي الدكتور، شو السؤال؟ رمضان كريم، هذا عليكم، في عام بخير. علينا وعليك، تفضلي. شو سؤال الدكتور أسأله؟ تفضلي. أنا من 25/7 هديك السنة كورن دكتور، ومن وقتها لا عندي حاسة شم ولا بتذوق طعم الأكل. 25/7 السنة الماضية؟ ايه السنة الماضية لحد الآن، يعني النكهة ما بتطعن فيها ولا شم. طيب
طيب هلا المفروض كنت يعني مو انت طبعا انت ما انت تلامي بس المفروض الدكتور اللي كان عم يتابعك بموضوع الكورونا انه نحن كثير حكينا وقلنا اللي بيفقد الشم مو معناته انه مبسوط ينبسط انه ما فيك شيء، لا في بروتوكول لعلاج فقد الشم لانه شو بيصير الكورونا بتقعد باخر الانف سبق وحكينا هالكورونا قاعده باخر انف محل العصب الشمي اللي هو هون تضرب اول ما تضرب العصب الشمي بتساوي في حواليه تليف او وزمه فنحن اذا اهملناها كل ما هالوزمه بتتسمك وبصير العصب الشمي بتموت فلذلك نحن لازم اذا في بروتوكول علاجي الدكاتره الاخصائيين بيعرفوا لازم فورا ولو انك شغله الحمد لله انه انقضت بفقد الشم ما صار معك مشكله رئويه بس مو معناتها نهملها يعني كان المفروض ياخذ علاج معين لمده ممكن اقل من شهر فبيرجع تماما العصب بيتنشط وبنخلصه من هالمحيط الوزمي اللي سببته الكورونا هلا بعد من شهر 7 يعني ما بقدر اقول لك انه النتيجه رح تكون كثير مرضيه بس لا يمنع انه طالما ما اخذت دواء لنقص الشم نقدر ناخذ هلا دواء ونجرب نفس البروتوكول ونشوف ببين معنا خلال شهر اذا بلشنا نتحسن ولو 20% بنتابع معناتها العصب بلش يتجاوب اذا لا معناتها بعينك الله على هالشهر علاج بدون فائده بس يعني هي اخر محاوله ليش في حالات موضوع الشم ضل فترات في حالات مع الاسف ما رجعت وفي ما حالات رجعت. الحمد لله رجعت في عندي كثير حالات ما رجعت مع الاسف مو يعني اهمال مو من المريض اهمال مع الاسف من بعض الزملاء انه روح ما بدك شيء بيرجع لحاله فهذا غلط يعني نحن كثير حكينا ومستند على معلومات طبية من منظمة الصحة والبلدان الأخرى يعني بيطالع واحد إنه شو سبب هالسبب شو علاجه فأعطونا بعض البروتوكولات جربناها كان كثير المريض يعني ما يكمل علاج 15 يوم تماما يرجع شمه 100% إذا تلحق المعالجة بيتأخر شوي بده تقريبا 20-25 يوم متأخر أكثر ممكن أكيد. بعد شهر يبلش يتحسن فهذا بيعطينا بصيص أمل نتابع معه فقسم منهم هدول اللي كثير تأخروا 70% 80% رجع أحسن من الصفر أكيد فلذلك احنا بدنا نغامر مع حضرتك على انه نجرب الدواء خلال شهر ببين معنا يا بنقول لك الله رضى علينا او ان شاء الله وبلشت تتحسري بتابع معك دكتورك يا بنقول لك والله نعتذر صفت الامور خارجه عن سيطرتنا كبشر طبعا بدي دائما احنا تحت الطاف الله بدي قدره ربانيه ترجع العصب يشتغل اوكي الو تفضل سيد محمد اهلا تفضل دكتور معك هلا يعطيك العافيه دكتور اهلا وسهلا استاذ محمد الدكتور بس انا عندي سؤال بالنسبه للشم انا بالنسبه للشم عندي ما في حاسه شم الا بحاله واحده بس اكل شم ريحه بس ريحه مثل ريحه انسان او ريحه مثل ريحه الدم المتخثر من شيء 3 أشهر طابتني عن الحالة. طيب. هذا السؤال بعد النفسي. هلا هاد من 3 أشهر أنت أصبت بكورونا أو أشبه الكورونا يعني صارت عندك أعراض كورونا؟ لا ما حسيت فيها كورونا لا. أكيد ما في كورونا. لا. طيب هلا هون نحن بنتهم بهالحالة إنه يكون في عندي مشكلة بالجيوب عندي انحراف وتيرة. وما عم يدخل هواء مزبوط للجيب صار في عندي انتان مزمن موضع مخاط لزج فيه شوية رائحة على الآن بأحد الجيوب أو أكثر من جيب من الجيوب اللي ذكرناها وبالتالي عم يعطيك هالشعور أثناء الأكل إنه في ريحة بشعة عم يطلع هالبخر يعني مسمين إحنا بخر متى وقت واحد مثلا سنه معفن بيطلع بخر بتمه إنه في ريحة بشعة الأخير لأنفه بشم ريحة سنه بأنفه فهون أنت عم تشم ريحة الجيب بأنفك فهذا ممكن يكون هذا أو في عندك مشكلة سنية متنخرة كمان عم تعطي بخر للأنف أنت عم تعتبرها هي من الأنف مصدرها بيكون أحد الأسنان أو اللثة المصابة فأنا برأيي بدها مراجعة إذن أنف حجرة يعمل صورة الجيوب يفحص الأنف ليقدر المشكلة من عنا ولا كمان طبيب سنية يفحص لنا الأسنان يعمل بانوراما يشوف مثلا في شيء نخرة صغيرة في شيء لثة مكشوفة عم تدخل فيها بقايا الأكل فممكن هذا البخر سببه سني أو جيبي بدها متابعة لحتى طالما حضرتك ما انصبت أبدا بالكورونا شارتنا أبسط علاجها مضمون ان شاء الله بس بده متابعه تمام معنا ام لؤي دكتور الو تفضلي ام لؤي تحكينا من دمشق تفضلي طيب يمكن سكر معنا سناء من دمشق الو الو ايوه اهلا تفضلي مرحبا دكتور اهلا وسهلا معك الدكتور ممكن احكي مع الدكتور تفضلي لو سمحت دكتور أنا طالع معي داء منير إلى شي 10 سنين
بس هلا زايد عندي يعني الضجيج بشكل مو طبيعي ابدا ابدا، وصاير عم يزيد الدوار كثير هلا هالشهر رمضان هالفتره، فكثير عم بعاني منه. يعني ممكن تعطيني كانه زايده حاله الداء منير شوي؟ الداء منير هو عباره عن تناثر مجموعه اعراض بتظهر عند الناس ما معروف سببها، ممكن يكون مناعي ذاتي، اضطراب بمناعه الانسان او استقلاب جسمه، الى الان ما نعرف. اللي اكتشفه هو طبيب فرنسي اسمه منير، هو عباره عن مجموعه اعراض، اهم عرض فيها هو الدوار. اول شيء بيكون الدوار مثل ما بتعرفوا حضراتكم انه بيكون متباعد 3-4 دقائق بنهار، بعدين بتصير المدة أطول والتواتر صار أكثر، يعني صار مرتين بالنهار 3 مرات هاي، لحتى بعدين يصير مستمر. بيترافق بمراحله المتقدمة مع نقص السمع، هذا نقص السمع هو اللي بيساوي طنين بالإذن، يعني فوق مشكلة الدوار بيصير في طنين. بيزيد برمضان بسبب فترة الجوع، بتتغير واحد وظيفته، وظيفة جسمه، استقلابه، فممكن بعض الناس نقص السكريات عندهم، طبعا مثل ما بنعرف احنا الدماغ والأعصاب بتتغذى بالسكر، فبنقص السكريات عندهم ممكن انه تعمل له إحساس أكثر بالدوار، مو معناتها يفطر ما تبقى من رمضان، لا، بس نحن عم نفسر الآلية اللي هي حضرتك عم تشعر فيها. هلا إذا صار له 10 سنين معناتها صار له زمان، وغالبا مع الأسف منير ما بيطيب ولا ممكن يطيب، بس نحن غاية الطبيب الأخصائي إنه يباعد بين النوب، بحيث إنه وقت أنا باعد بين النوب بضل مسيطر عليه وعيني عليه، ما عاد يسترجي حوص، وهو بيقوى إذا كتروا النوب، صار عدد نوب أكثر بنهار وصار مدته أطول، بتصير أحيانا النوبة ساعة ما بيقدر يتحرك، مسكين اذا يفوت على الحمام بده دخيلكم سندوني، فبتصير حياته مميته ومتعبه جدا. في ناس من راح المتاخر بيجي بيقول لك دخيلك ما عم بيسمع بالاذن، بس خرجتني من هالدوخه. نضطر نخرب له السمع باذنه، طالما السمع بالطرف الثاني مين نخرب السمع والتوازن، هل الاذن صارت ديد اير، يعني الاذن ماتت ما تاثر عليه، بيرجع لحياته. طبعا ما بنصل لهالمراحل الا اذا اهمل، فدائما لازم تتابع مع دكتور. وكثير انا بنصح كل الناس اللي بيدوخوا، مو بس حضرتك، كل واحد معه دوار سواء منير او غير منير، ما تاخذ ملح الصوديوم، خفف ملح الاكل، والملح مو بس ملح الاكل، عندنا الزيتون مالح، جبنه مشلله مالحه، الشيبسات بانواعها، الزيت المخلل والمكدوس، يا اخي مشتي ربع مخلل ربع مكدوسة، زيتونتين فقط، نقع جبنه بالمي بلا شيبس، هذا كله ليش؟ لانه ملح الصوديوم بيزيد توتر اللنف، هو اللنف في عندنا مي جوات الاذن، هالمي اللي موجوده ضمن الاذن الباطني ومركز التوازن بتضغط على جدران الجيب وبتزيد الاحساس بالدوار، فبتعطي معلومات غلط. هلا شو بيصير بالدوار؟ انه بتعطيني معلومات غلط من المحيط للمركز، انه انا بدي ارفع رجلي، هو بالعكس انا بدي نزل رجلي، فبيقع الزلمه، لانه الدماغ ما بيصلح المعلومه اللي بتجي، الدماغ شو ما بتعطيه بيعطيك جواب، ما بيصلح ابدا. يعني بيعرف انك انت بس هذا بعد فتره انه انت كان لازم اعطيك نزل رجلك، اعطيتك رفع رجلك، انك انت اعطيتني معلومه غلط، فبصير الدهليز بيعطي معلومه غلط للدماغ انه هذا المريض مثلا بده يطلع على الدرج، وبده ينزل على الدرج بتفشكل بيقع. هذا اللي بصير بالدوار. مشان هيك انتم بتعطوا مدرات، بنعطي مدرات، بنعطي مثبط دهليز، بننيم الدهليز مركز التوازن مشان ما يعطي معلومات غلط للدماغ لبين ما تهدى الحاله الالتهابيه، الدهليز يعني التوازن، ويرجع طبيعي. فبنطلب منه عدم الملح، الملح بيحرض اللنف، بيزداد الضغط اللنف، بيضغط على جدران الدهليز وبيزيد الامر للاسوء. فخففي املاح رجاء، تابعي مع دكتوري، خليه يعمل لك تخطيط سمع ليشوف انه بلش مع الاسف معك بدايه نقص السمع، هاي بالمراحل المتقدمه بنشوفه، بالمراحل الاولى ما في نقص سمع، فاذا بلش معك نقص السمع بدنا نركز اكثر على المعالجه والوقايه الطعامي. واذا كثير مهتمه بالملح تاخذ البوتاسيوم، ملح البوتاسيوم يعني هو اقل طبعا متعه، بس يعني اذا كثير متشاوي واحد ياخذ له شويه بوتاسيوم او الله. دكتور هلا كنا عم نحكي على التهاب الجيوب، وقلت لنا انه بصير صداع، بس ممكن نشرح شوي للمشاهدين انه كيف بده يقدر يميز انه هذا صداع التهاب جيوب ولا صداع نصفي عادي ولا ارتفاع ضغط؟ طيب هلا اول شيء رح نبلش بالتهاب النصفي، نصف الوجه عادة، ولازم نسبقه منطقة يعني نوع من يشم ريحة او يتعرض للضياء، يعني بده يكون في له انذار، يعني ما بيطلع دغري، عنده طريقة مثيرات يعني. تمام، في مثيرات مثلا قاعد بجو دخان أراجيل، قاعد بجو في ريحة تقلي بطاطا باتجاه، هو عنده استعداد للصداع الشقيق الميجرين، فهذا بداوش يتعرض لشمسة قوية، ضربة مكيف على البارد خاصة بكرة الدنيا جاي على شو، هذا بتلاقي حاله من هون للمساء حس حاله انه بيتسموه النسمة، انه والله هيك رح يجعوا راسه، غمضوا عيونه الى اخره، ما عاد يتحمل الضياء، هذا بعد شوي رح يصير معه نوبة الشقيقة. فإذا هذا غالبا بيكون نصف الرأس، نصف بنشوفه عند
الشباب ونادر يكون حتى في صداع شقيقي عند الأطفال، بس الأكثر مشاهدة عند الأشباب. بس يكبر ويخف توتره النفسي وتعصيبه، فبتلاقي يخفف تدخينه وما إلى ذلك، بلاقي حاله بلش يتحمله أكثر للصداع الشقيقي. صداع ارتفاع التوتر الشرياني بحس حاله راح ينفجر رأسه تماما مثل طاجرة البخار، عيونه انتفخت لقدام، راسه بكله عم يجعه، يعني اذا دقرتيه بيقول لك اذا دقرته راح ينفجر، فبيكون نقصته ضغطه بنلاقي ضغطه 17 18، فهذا بخوف لانه بهالحاله ممكن يصير عندي نزف دماغي، فاذا فتح عرق من العروق لانه صار ضغط قوي كثير دم ضغط بهالعرق والعرق متضيق، فبصير في عندي هالنزف الدماغي، وقتها بنقع بمشكله أسوأ من الاولاني. فطبعا هذا بده يروح عند طبيب ضغط ويتعالج ويحميه من الكوليسترول و الى اخره، طبيب القلبيه مشكور هو اللي بيتابعه. بالنسبه لنا بيكون في عنده صداع غالبا متركز فوق العين فوق الحواجب، بيزداد انحناء للامام، يترافق مع مفرزات ملونه عادة سواء بيضة أو ملونة. هناك ما في مفرزات بالضغط، والشقيقة ما في مفرزات، ناشف صداع يابس. هنا لابد أنه يعطيه شوية صداع خاصة عنده التهاب الجيوب. كل ما زاد التهاب الجيوب أو تعمم أكثر من جيب جيبين بصير الوجع بينتشر، بياخذ كل المنطقة الجبهية بيصل للصدغين وبيزداد أكثر، وبتصيب معه أعراض مبهم. شو أعراض مبهم؟ بصير معه لعي، لا يتنفس، بس بتلاقي نفسه رح يراجع. فهذا ممكن حتى بالشقيقة ممكن نلاقي شيء بالهجمات الشديدة. دائما هذا بنسميه تأثير مبهم. تأثير مبهم انه بصير معه لعي، بصير معه الاحساس هذا، ما بنفوت بآلية ليش بتصير لحتى ما ندوخ العالم، بس هذا الصداع الجيبي ما بيخبي حاله، ودائما المركز بيجي نادر الجهة. الصداع القفوي بيقول لك راسه بيجعني، هو مصدره العين غالبا، يا عنده سوء انكسار، يا عنده عدم تطابق، او عنده التهاب بالملتحمة، او عامل عملية بده متابعة لسه ما صار عنده هذا بعد اذنك، فانا عم بفوت على الخط لا تزعلي، لا وعم بيع المي بحارة السقايين مع مين؟ مع الدكتورة. أنا بعتذر. فهذا بيكون صداع خفيف. معنا اتصال نور من ريف دمشق، تفضلي. تفضل. يا أهلا. أهلين نور، تفضلي. أهلا وسهلا. كيفك؟ كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. شو السؤال؟ السؤال دكتور، أنا عندي عملت عملية تجميل لأنفي من 3 سنين. وبعد العملية بسنة صار عندي حاسة الشم كتير خفيفة، يعني بتروح وبتجي حاسة الشم. بدي كمان انه مثل هالأجواء هاي الفصل الربيع، يعني بصير عندي انه التهاب ما بعرف شو بصير، يعني بتحسس تحسس مو طبيعي، حتى بوجع راس، يعني بيضرب على راسي وجع بقلب الأنف حتى. اي والله، فما بعرف، يعني رحت على دكتور قال لي انه عادي، يعني هاي بعد العمليه بتصير هيك، وصار عندي ضيق نفس. صرت انه يضيق نفسي من اي شيء. هلا وقت روح مثلا على دكتور الاسنان ما فيني اقدر، يعني ما احس حالي اني عم بختنق. صار عندي حتى وقت اطلع بتاكسي اي مكان هيك عام مثلا يكون بختنق، بحس حالي عم بختنق. هلا اول شيء لعمليه التجميل الانف، اذا كانت كثير يعني مزغرين الانف، في بعض المرضى بيشتطوا على الطبيب انه بدي انف قد الفستان، يعني هي بيكون وش عريض وبدها انف قد الفستان، بجيب له صوره نانسي مانسي من هذول المشهورات وبدها نفس الانف، واذا ما سوى لها بتتخانق هي وياه. فهون احيانا على حساب وظيفه الانف بده يصغر الانف، يعني بده يختصر من مخاطيط الانف لحتى يكش الانف ويصغر مثل ما بدها، هذا بيكون خطا جراحي وما في مجال لتصليحه. اما اذا كان في عنا انحراف وتيره ما تصلح اثناء التجميل، في بعض الاطباء ما له اخصائي اذن انف حجر، طبيب جراحه عامه تجميليه ما بيساوي الوتيره، الوتيره بيساوي اخصائي اذن انف حجره، وممكن اخصائي اذن انف حجره يساوي تجميل طبعا. اما هنيك تبع الجراحه التجميليه ما بيطلع بايده، يعني مو انه عم نخفف من قدرته، لا، بس مو شغلته مو اختصاصه، فبتساوي التجميل الله يعطيه العافيه، بس بيترك الوتيره، فوقتها بتحس حالها بعد العمليه لانه صغر الانف شوي انه ما عم تقدر تنفس. ويزداد الامر أسوأ اذا كان عنده تربه تحسسيه، يعني عنده استعداد للتحسس، وبيتعرض لبعض الروائح، الغبره، الدخان، عطور الى اخره، شويه حراره، هالتحسس كانه جبنا بالون ونفخناه جوات انفه اللي صار اصغر، فبتحس حالها اختنقت.
فهون بدها معالجة التحسس، ومش الشغلة مقبولة يعني مع شوية وقاية من المؤرجات بحيث انه تنتهي امورها بهالشكل. اذا عندها انحراف وترى وما تصلح بالعملية السابقة يفضل انه تصلحه ليرجع الشم عندها منيح والتنفس عندها منيح. في معنا اتصال. الو 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 اهلين تفضلي. الو تفضلي شو سؤالك؟ الو سمعانينك شو السؤال؟ يعطيك العافية. الله يعافيك أهلين. دكتور في مجال أحكي مع الدكتور؟ تفضلي. دكتور أنا عاملة يعني انحراف وتيرة مع انحراف وتيرة مع بوليبات، بس بدي أسألك كان أنا عندي أعراضها يعني صداع رشح مستمر، بدي أسألك إنه بس كان التنفس فموي ولهلأ ضل فموي، شو السبب؟ هلا السبب انه بدنا نتاكد العمليه ناجحه ولا لا، لانه عمليه انحراف الوتر مع الاسف احيانا ما بتكون كامله 100%، لانه الوتر عباره عن جزئين، جزء سفلي امامي غضروفي وجزء خلفي قلبي عظمي. بعض الدكاتره ما عندهم يعني جرأة انه يدخلوا لكل الوتر يصلوا لقاعده العين عشان ما يؤذوا لك العين، فبيساوي القسم الامامي بيصلحه. أيوة. بضل الانحراف الاساسي بالاعلى، لانه بالاعلى الانف هرمي فوق بينسد اكثر من تحت، فبيجي بعد العمليه بيتحسن تنفس 20%، بيروح عند الدكتور بيقول له نكس، هو ما نكس بس لانه هو ما الدكتور مع احترامي له ما عرف يساوي. أيوة. فبهالحاله بنرجع بنفحص المريض بنقول له معك انحراف وترك، يا دكتور انا عامله، طيب عامله بس مو ظابط. فهذا السبب انه انت مو قد يكون هذا السبب انه انت ما عم ترجع تشمي مثل الاول او ما كانك ما استفدتي، او البوليبات اذا عندك تربه تحسسيه وما تعالجت رجعت تشكلت مره ثانيه، بجوز الوتر صارت 100% صح بس رجعت تشكلت البوليبات اللي عباره عن تورمات عباره عن وذمه بالغشاء المخاطي الانفي، بيطلع اما بيطلعوا من الجيب بينتقلوا على الانف او من ضمن الانف ذاته بسكروا الانف مثل بالون صغير قاعد جوات الانف. هذا طبعا بده علاج دوائي لحتى يرجع ينفس هالبالون ويرجع تنفسك، بشرط انه تكون الوتره بساوي مزبوط. بدها مراجعه لطبيبك لحتى يقدر انه وين المشكله بالذات. تمام. معنا اتصال ثاني. ربيع من طرطوس هالمره من الساحل. من الساحل. يعطيك العافيه. اهلا ربيع تفضل معك الدكتور شو السؤال؟ ان شاء الله كل عام وانتم بخير جميعا. وانت بخير. تفضل. ان شاء الله كل عام وانتم بخير جميعا. اهلا وسهلا وانت بخير. حكيم انا عندي والدي عمره حوالي 70 سنه. جيته خسره بالعصب الدهليزي. رحنا لعند الطبيب وصفوا سماعة وما اتفقت شيء عليها ابدا للسماعة. وبعدين رحنا كمان رجعنا للطبيب قلنا انه بده سماعة الاسم الثاني. فهذا هل هذا الشيء صحيح؟ يعني ما اقتنعت بهذا الموضوع وما يصير معه بحث، هي البحث لها علاقة بالموضوع. هلا سؤالك جوابين يعني جزئين، اول شيء بحث الصوت ما له علاقه بالخسره اللي صارت، والخسره مو صارت بالعصب الدهليزي لانه بالعصب الدهليزي بيساوي نقص توازن او فقد توازن، اما هي بالعصب السمعي. بالعصب السمعي بتؤدي لنقص سمع حسي عصبي، فبينقص السمع ما بينتقل الصوت للدماغ ليميز، فبصير عنده هالفجوه للتمييز. هذا بنعطي نحن السماعه مثل ما بنحط النظاره من عند الدكتورة، فبنحط السماعة مشان يقوى الصوت المحيط يصله مسموع، ما بنضطر احنا نعلي صوتنا ليسمع هو الكلمة، بيجي الصوت مع قوي لعنده لجوات العصب بيعوضوا هالنقص اللي 30 40 ناقص عنده العصب، بنعطي سماعة تغطي له هالنقص. فهذا الحقيقة بده متابعة، إذا السماعة ما عم تزبط فمعناتها في خطأ بقوة السماعة ما عم تتماشى مع الضعف العصبي، بده إعادة تخطيط سماع وإعادة فحص السماعة لحتى نقدر نركلج انه السماعه تصير مفيده تواترها يغطي نقص السمع اللي هو عنده اياه، فوقتها بيرجع بيسمع بشكل مقبول وما بيقعد بيحتاج انه يتضايق اجتماعيا انه ما عم يسمع الكلمه او انتم تنحرجوا معه. هلا الموضوع الثاني انه هو صار في عنده مشكله بحث صوت، هي بحث الصوت اما اذا هو مدخن او عنده التهاب تحسسي او عيط كثير وصرخ وغنى، فطبعا هي بتساوي وذمه بالحبال الصوتيه او التهاب. هلا البحه الالتهابيه التحسسيه بتطيب خلال 10 ايام مع المعالجه، بنفحص الحنجره بنلاقي الحبال الصوتيه سليمه ما فيها كتل ورميه، بنعطي علاج الى اخره. ممكن نلاقي البحه مستمره او مده طويله، بنطلع بنلاقي عليه كتله سليمه مثل بوليب
أو كيسة صغيرة نتيجة الرد الصوتي اللي بيحكي كتير بأستاذ جامعة مدرسة المغنيين الراب اللي عنا يوم هدول كل مغني هلا ما شاء الله ما بيغنوا بيعلوا هدول بفلات وهو بيطلع صوت جاوري ما بيتعب حاله. المهم هلا بدي قتلوني قتل هدول المغنيين. فالترتيب انه نحن هذا بنلاقي صار في عنا مثل كتلة على الحبل الصوتي لأنه أجهد الحبل الصوتي. هاي ما بتطيب الدواء منا نستأصلها وبتكون عادة سليمة. هلأ إذا كان مدخن هون المشكلة مدخن صار له زمان بنلاقي في كتلة على الحبل الصوتي بس متقرحة يعني ما لنضيفة. هاي بدنا ناخذ منها خزعة وغالبا مع الأسف بيطلع سرطان بدها متابعة بشكل آخر. فبحث الصوت بده يتابعها قطعا طبيب أخصائي أذنية لحتى يفحص الحنجرة ويقرر هي التهاب ولا بوليب ورم سليم كتلة سليمة ولا مع الأسف إذا كتلة خبيثة. الكتلة الخبيثة لازم يكون في وراها دخان ما بتطلع بدون أي دخان يعني حتى إذا الوالد ما بيدخن فأنسى موضوع الخباثة موضوعنا محصور إنها بكتلة سليمة أو بالالتهاب العادي. أستاذنا دكتور نبوغ العوّل اختصاصي بأمراض الأذن والأنف والحنجرة ما حكينا على الحنجرة اليوم. أنا وصلنا لآخر حلقتنا آخر لقائنا مع حضرتك طبعا شكرا كثير على المعلومات اللي قدمت لنا عن جد بطريقة جامعية يعني تسلسل هيك كثير حلو يعني بس ضل عندي سؤال واحد قبل ما ننهي وقبل ما تشكرك كمان دكتورة نا اليوم ما سمعنا علي وينه علي ما بعرف والله أنا مستغرب يا إما مع إنه عرفان يمكن إنه أنا هون بدأنا بالعادة ما علمه على الخط أو أمه ما خليته ما بعرف يعني بدي استفسر بس صار على البيت هو لو بتجي قالوا كان إجا علي والله نحن متوقعين يجي عن جد أنا هربت تريب الحقيقة يعني أهلا وسهلا شكرا كثير دكتور على المعلومات وأهلا وسهلا فيك نورتنا شكرا استقبالكم الظريف أهلا وسهلا ودائكم الحلو يعني هذا بيشترنا أنه فتح يعني أتحتوا فرصة للناس تصل للمعلومة الصح والأقل تعقيد يعني أحيانا بنقدر نعقد المعلومة الطبية بضوج رأسه المريض فنحن بنحاول كأطباء أنه نوصل المعلومة لعامة الناس أنا ما عم بحكي بس مع طبيب حضرتك بحكي مع غيره بحكي مع إنسان عادي فعم نحاول نبسط المعلومة وإن شاء الله تكون وصلت ورمضان كريم وكل عام أنتم بخير للجميع شكرا لحضورك.